ينضم الينا هاتفين الدكتور محمود عنبر استاذ الاقتصاد. استاذ دكتور محمود، بعد التحيه، يعني البنك الاسيوي للاستثمار في البنيه التحتيه هو احد اكبر البنوك متعدده الاطراف عالميا، بالتاكيد يعني انعقاد اجتماعاته في شرم الشيخ وهي المره الاولى في افريقيا يحمل العديد من الدلالات. تفضل. خالص تحيه فندم لحضرتك والمشاهدين الكرام. يعني يمكن زي ما حضرتك تفضلت انه انعقاده للمره الاولى او اختيار الدوله المصريه كاول دوله في افريقيا يعقد فيها اجتماعات الخاصه بالبنك الاسيوي، هذا له دلاله طبعا كبيره. هذه الدلاله يعني بتتفق مع دعوه مصر على قمه ال20 وانضمام قبلها انضمام مصر الى تكتل البريكس. يعني ده بيشير الى ان العالم بات مقتنعا او بات هناك قناعه عالميه ان الدوله المصريه هي المدخل الاساسي والشرعي للنفاذ نحو الاسواق الافريقيه، وهي ايضا المتحدث الرسمي باسم القاره الافريقيه. ومرد هذا الامر انه الدوله المصريه بتحمل على عاتقها حقيقه الامر كافه الهموم والمشكلات التي يعاني منها العالم النامي، وعلى راسها فكرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر أو التنمية المستدامة، لأن مصطلح التنمية المستدامة هو مصطلح كبير بتأتي تحت مظلته مجموعة من الاستراتيجيات، على رأسها التحول من الطاقة التقليدية التي يتولد عنها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الاقتصاد أو الطاقة النظيفة، وعلى رأسها طبعا الاقتصاد الأخضر. ويمكن كمان في ذات المدينة، في مدينة شرم الشيخ، كانت كوب 27 اللي أعلنت فيه يعني عن استراتيجية الدولة المصرية ل يعني الضغط على الدول المتقدمة حتى يعني تعوض الدول النامية عما تم في من خلال الانبعاثات الكربونية، سواء من خلال التمويل أو من خلال حتى إنشاء والتعاون في مشروعات لها علاقة ب التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة. ويمكن البنك الآسيوي يعني لو نظرنا إلى إجمالي الدعم المقدم أو إلى إجمالي التمويل هنجد أن جزء كبير منه هو منصب ومركز بشكل أساسي على مشروعات التنمية المستدامة أو التنمية الخضراء. مصر خلال السنوات التسع الماضية يعني قامت بتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية، كثيرا سمعنا وتحدثنا عن المشروعات في مجال البنية التحتية. مصر أيضا سعت لتعزيز التعاون في هذا الإطار مع شركاء التنمية الدوليين. كيف تقيم دكتور محمود تعاون مصر مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ انضمامها لهذا البنك عام 2016؟ يعني بشكل عام إذا تحدثنا عن وضع البنية التحتية داخل الدولة المصرية وما حققته، أنا لا أرى أن هناك يعني حدث بالمعنى المنضبط لكلمة تطور، ولكن ما حققته الدولة المصرية هي قفزات وطفرة كبيرة فيما يتعلق بوضع البنية التحتية داخل الدولة المصرية، وهذا بإشادة كثير من المؤسسات المسؤولة عن جودة الطرق واللي بتشير على المقاعد أو التي قفزتها الدولة المصرية لتحقق تطور كبير. ويمكن هذا الكلام يعني بدأت ثمار وتجنى سواء من خلال تدفق الاستثمار، لأن زي ما حضرتك تعلم أن واحد من أهم محددات الاستثمار سواء الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي في صورته المباشرة هو وجود بنية تحتية معتبرة. مظبوط. وبالتالي كان وجود هذه البنية عامل أساسي من العوامل التي أشار إليها تقرير أونكتاد منذ شهرين إلى أن معدل تدفق الاستثمار العالمي رغم انخفاضه إلا أن معدل تدفق الاستثمار داخل الدولة المصرية في العام 2022 حدث فيه قفزة بتعادل 122% مقارنة بالعام 2021 بما يعادل 12 مليار دولار. أما فيما يتعلق بتعاون البنك الآسيوي مع الدولة المصرية فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية، الدولة المصرية لها تجارب سابقة كبيرة مع البنك الآسيوي في تمويل التنمية بشكل عام وتحديدا فيما يتعلق بالبنية التحتية. الدولة المصرية الآن سواء إذا أخذناها من على المستوى الإقليمي باعتبارها منفذا للنفاذ نحو الأسواق الأفريقية خاصة بعد تدشين منطقة التجارة الحرة القارية، أو حتى بالمناخ الجاذب للعملية الاستثمارية سواء في إطاره النقدي أو إطاره المالي،
ووجود فرص استثماريه كثيره خصوصا فيما يتعلق بالاقتصاد الاخضر، سواء كان مشروعات الطاقه الشمسيه او مشروعات الهيدروجين الاخضر او غيره من المشروعات، هي عمليه محفزه الى حد كبير للمؤسسات الدوليه التي تعمل في التمويل، يمكن على راسها البنك الاسيوي لدعم الدوله المصريه والتشارك معها في كثير من المشروعات. السيد الرئيس في كلمته اشاد بجهود البنك الاسيوي في عمليات تمويل المشروعات، مشروعات التنميه المستدامه على وجه التحديد، ودعا لزياده التمويل منخفض التكاليف في ظل الظروف والتحديات العالميه. ماذا تعني كلمه التمويل منخفض التكاليف؟ يعني في ظل التداعيات الاقتصاديه اللي بتطرحها الازمه الحاليه، الازمه الروسيه الاوكرانيه وما سبقها اللي هي ازمه الكوفيد والموجه التضخميه اللي بتصيب العالم ومنها طبعا الدوله المصريه، المؤسسات الدوليه يعني دائما مش هنتكلم عن فكره ترشيد الانفاق ولكن الكفاءه في الانفاق، والمعنى كبير ومختلف فيما يتعلق بالمصطلحين، لانه كفاءه الانفاق هنا تتعلق زي الكلمه اللي اشار اليها سياده الرئيس، وهي فكره التمويل منخفض التكاليف الذي يمكن ان يعطي مخرجات اكبر باقل المدخلات، او مثلا بيعطي نفس المدخلات نفس المخرجات بمدخلات اقل، وهذه هي المعنى الصحيح والمنضبط لمفهوم الكفاءه في التمويل لتعزيز الاستفاده من المشروعات. اذا ربطنا هذا بدعوه القطاع الخاص للمزيد من المشروعات المتعلقه بالبنيه الاساسيه والبنيه التحتيه، دعوة القطاع الخاص حقيقة الأمر بتأتي اتفاقا مع ما أعلنت عنه الدولة المصرية منذ فترة عن ما يطلق عليه وثيقة ملكية الدولة، وهذه تعبر عن الأيديولوجية الاقتصادية للدولة المصرية اللي بتحاول فيها دعم ملكية الدولة. تعني في مجمله الدولة سوف تتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية لإفتاح المجال للقطاع الخاص، وهذه يعني قناعة مؤمنة بها الدولة، وأعلنت زي ما ذكرت لحضرتك عن وثيقة ملكية الدولة، فأتى هذا التصريح اتساقا مع ما تبنته الدولة المصرية منذ فترة طويلة. نعم الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.